اي راح يكون موال. يا لي اي اي يا جا مصري. من وين؟ اليمن. يمن. يا سلام صوتك. عليك صوتك يمني بنتي. يا سلام عليك سهى. يعني صوت أقرب للخيالي من إنه حقيقي، وصوت غريب ما شاء الله، خامة مختلفة، تفاصيل مش موجودة في غنانا العربي كتير أو في الأصوات العربية كتير، فأنت صوت مميز جدا. وأنا خايف قوي إن الاختيار الأغنية يكون إشارة منك إنك عايزة تكوني مع أحلام، لأن أنا هتقهر فيها دي. أتمنى بجد. لا لا لا، هي بدها شاب ينتبه له. أيوة. أتمنى بجد من قلبي. أحلام ما راح تفيدها. يا سهى سهى. يا ليل ما ترحم قلوب المحبين، يا ليل قلبيني ضمتها الضلوع عني حايل. الله. يا ليل في قلبي نشوق جرحيني. يا أحلام تخطت البنت. جمال وصوت سهى. أنا 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 مش مش سنتي. مش هتنازل، يعني أنا لن أتنازل إنك تكوني في فريقي. أنا ما عنديش ولا صوت بيغني خليجي، فأنت هتكوني مميزة جدا في فريقي، مش هيكون لك منافس عندي. أنا بس رحت أتعرف على البنت يا أخي. إيش فيكم؟ اهدوا شوي، اهدوا. يعني اذا عرفتي مش لا، كل ما اوقف الارض تهتز، ما ادري ليش. شباب يلا اهلا، يعطيكي الف عافيه. انا عملت لك شيء ولا ممكن حدا يفكر يعمل لك اياه. شو بدها تعمل اليسا؟
عملت لها وليمة صراحة لأنه بتستاهل. دعوة على العشاء، نزلوا كل شيء. البنت تستاهل تتدلل. أحلى صوت، صوت يمني أصيل رائع. إحنا معزومين؟ رائع. لا عاسي، ما حدا معزوم. ما بدي، ما والله ما بدي أقعد أنا. تفضلي. العشاء، العشاء من إليسا، بس هاي الوردة مني لألك. لأنك أنت أحلى وردة، لأنك أنت أحلى وردة، وهي الوردة ما بتلبق إلا لألك. مرسي مرسي على أشكره. طيب بس أنت أكيد حيكون قرارك صائب، أنا بعرف بعرف. لا بليز، بس ضيفوا وشي، بليز ضيفوا وشي. شوكولاتة. تفضلي تفضلي. أو ليكي يا جماعة أنا خلاص اتركوها للبنات. ليكي أنا عندي مندي، مندي عندي مندي إذا بدك بجيب لك مندي. أنا مندي إيه. سوها، أنا عندي مزيكا وغنى، ويمكن ده اللي انت محتاجاه. اظن انت مش محتاجه الاكل، انت محتاجه تغني. كلنا عندنا مزيكا وغنى، ما عليه. يعني انا بعرض المزيكا مش بعرض الاكل. لا انا بعرف بالاكل وبالمزيكا وبالاغاني الحلوه، خصوصا اغاني احلام. حتى حمائي طلع المسرح، حتى حمائي. عندكم ايه تاكل؟ خدهم وروح. طب خلاص أنا تقريباً قررت. قررت هي خلاص. سهى قررت. ما تخزلينا بزعل. آه يا سهى. سهى أنا رح روح تما أثر عليك، أنت اختار اللي بدك إياه. خلاص. الله على الحيادية. لا مش حيادية، إنه أنا بدي إياك ومصرة. طيب. والله أنا مش عارفة أعمل إيه. أخذت لها الشوكولا حمائي. عادي صحتين. طيب اوكي ثانك يو. بما انه الاستاذ حمائي اخذ شوكولاته، وبما انه انا غنيت فنانه احلام لان انا بحبها وبحب اغانيها يا حياتي، يبقى الان عندي استاذ عاصي واستاذه اليسا، اختار مين فيهم. اه انت غنيتيلي لازم تختاريني. ده ظلم. لا هي غنت الاغنيه الحلوه، هيدي الورده، هيدي الورده. والله يا والله يا والله انا هرجعها بس مش عم. هيدي الورده، هيدي الورده اللي اعطيتك اياها انا. قليل قليل لاعطي ورده لحدا. اعتبريني ما اخذتش حاجه. بس انت اكلت شوكولاته. فنوس. اكل لك الشوكولاته. ما تظلمينيش يا ورده عمري. فنوس يا ورده عمري. انا عاسه ما رح نختلف، اذا نقيتيني ما رح يزعل حبيبي. طب انا بنضم الاحلام. حبيبي حبيبي بدك تكوني ناجمة، اختاريني وخلص. سهى سهى انا اختار احلام. على الود الله بوسك. لك عادت انت تجمع غروب الغدا. اوعدك وعد اني اخليك نجمة. وقبل لا امشي ودي اقول كلمه حق عاصي مقهورين. اتوقع انه البنت هذه راح تعمل شيء وايد حلو. احلامها ذهب. احلامها ذهب. موفقه. جود لك حبيبتي. موفقه موفقه.